مهرجان 23 سنة يعني باش تكون هذا المهرجان، وشيء عظيم أن المهرجان يدوم 23 سنة، يعني راها تقريبا ربع قرن عمر، وهذا كيجيب تكاتف الجهود، يعني جهود مالي، جهود شخصي، جهود إنساني، ثقافي، غير ذلك. هنيئا لهم وشكرا الناس اللي كيسهروا على هذا المهرجان، لانه بعدا كيجيب لنا واحد الفنانين نشوفوهم وافلام اجنبيه احنا نشوفوها باش نقارنوا بين هذه السينما العالميه والافلام ديالنا المغربيه. نقول بلي مدينه الرباط خصها تفتخر بهذا المهرجان. علاش؟ لانه مهرجان ذو نفس طويل وطويل، مهرجان قدر يحقق النجاح والاستمراريه لمده 23 سنه. 23 سنة يعني من تواصل ما بين الفنانين مع الجمهور، وأيضا فرصة لكل الرباطيين باش يشوفوا سينما عالمية ووطنية، والتميز أيضا حتى على مستوى التيمة، يعني سينما المؤلف. وهذا اللي جميل في المغرب ديالنا، هو أنه كاين مجموعة من المهرجانات، وكل مهرجان عنده تيمة خاصة وعنده تميز اللي كيخليه يختلف على مجموعة من المهرجانات. أنا من هذا المنبر هذا كنقول شكرا لإدارة مهرجان الدولي لسينما المؤلف على هذه الفرصة هذه وعلى هذا التنظيم، وأيضا شكرا لكل الإعلاميين اللي حاضرين على تقية هذه الدورة. وبرا أخرى كنقول كنفتخروا بمهرجان الدولي لسينما المؤلف دورته الثالثة والعشرين. يشرفني كثير هذا التكريم في مهرجان الرباط للسينما المؤلف الدورة الثالثة والعشرين، وكنشكر المهرجان بزاف على هذا التكريم. هذا تتويج ما كانش عندي في الحسبان، واحد الفرحة لا تتصور، والوقفة ديال الحاضرين يوقفوا في القاعة وأنا على خشبة المسرح، إحساس يعجز الكلام عن التعبير، ما كنتش متوقعة. فأنا جد فرحانة، وما كانش كيحسب لي بلي عندي هذا الحب كله من الناس، كنت يحسب لي غير من اللي كنحبهم بهذه الطريقة هذه. والشكر لله. وكنتمنى نوصل لواحد الدور لأن باغا نشخصه في حياتي، لأنني أنا المرأة التي مثلت كل الأدوار ونسيت نفسها، نبغي نمثل نفسي. وأعتقد هذه مسألة عودنا عليها، مهرجان الرباط لسينما المؤلف فيها أفلام مهمة، فيها أسماء كبيرة، فيها جديد يعني السينما المغربية والعربية والدولية، في تكريمات أيضا اللي مختارة بشكل دقيق، خصوصا باعتبار الفنان المغربي. الماستر كلاس مهمين، كيكونوا مهمين في مهرجان الرباط. فكنظن بأنه وفي الجودة ديالو، وفي أنه يجيب كفاءات من خيرة صناع الفيلم سواء على المستوى المحلي أو الدولي. الجديد ديالي انا كنهيئ دكتوراه في مجال الفيلم الوثائقي، وغدا غنبدا ان تورناش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.